سمر حسان بالتعليم، كتير بعنا بشؤون التربية الهادفة، يعني بهمني بناء المجتمع الجديد، الإنسان الجديد، الجيل الجديد. خلقت وربيت ببشامون. بشامون مرقت عليها الحروب كتير، كل حرب كانت معنية. أبناء بشامون كانوا بينتموا لأحزاب متعددة. نحن منشاركنا بالحرب لأنها انفرضت على الكل. أخوتي كانوا بالحرب وأنا كنت بالحرب، تدربنا كلنا، حملنا سلاح، وبعدين توجهنا لمعرفة العدو الحقيقي ومحاربته. أحيانا ما كان الحرب فعليا حرب بالسلاح. نحن مثلا حاربنا اليهود بال 82 بالتحدي انه رحنا فتحنا الثانوية وعلمنا فيها. لما فاتوا اليهود اول شيء زينوا شوي كلامهم ومنظرهم وقرروا ياخدوا ثانوية بشامون لانها كانت نقطة على رأس تلة. بيي مثلا كان من اول المعارضين انه لا ما بنعطيهم الثانويه لاهلها، وهن قالوا بيفاوضوا مع اثنين او ثلاثه من الاهالي. فعملنا مسيره، صارت هاي المسيره تكبر، يعني كل ما مشيت من اول الضيعه مع المشايخ مع الخوري مع كل الناس، كانوا الناس يتجمعوا من أهل سرحمول إجوا، من عين عنوب إجوا، يمشوا معنا بهالمسيرة حتى وصلنا على الثانوية. خافوا اليهود من منظر الأهالي، لا ما بدنا هيك، قالوا لا كلهم هاي الثانوية للضيعة للأهالي بيقدروا يحكوا ويعطوا رأيهم. وفتحناها مدرسة على أساس دورة صيفية أكيد تطوعية، والتقينا واشتغلنا وكنا نعلم صفوف عن جد وندق الجرس، ويجوا اليهود يدوروا بالملعب بالجيبات يلاقوا المدرسة ماشي يفلوا، فغضوا النظر وتركوها ما احتلوها. الحرب كانت مثل الجمر تحت الرماد، يعني في شيء عم يتحضر، لبنان عم يغلي مثل ما بيقولوا، وصار في كتير نزعة طائفية، صار الناس بتسألك أكتر شو دينك، كان في شيء كتير عم يتحضر. ولما 75 علقت يعني دغري ولعت، يعني دغري مش قصة بس بوصت عين الرمانة، نعمل حواجز وتسكرت الطرقات وطلعت المتاريس ونزلت كاميونات الرمل بين الشرقية وغربية، وهيدا كله عينينه نحنا. الحرب كانت كلها مقاسي. أصعب يوم لما انصاب خيي، انصاب وتأثر كتير، يعني بوقتها تشوه كمان، ومن بعدها بخمس سنين انصابوا أمي وبيي سوا، كمان صعبة. ما كان إلا الحرب ولا حسنة أبدا. المصالحة أكيد أهون من المسامحة بكتير، صار مصالحات بس مش كل الناس سامحت. بقي في البارت الأهم اللي هو المسامحة، يعني نقدر نسامح اللي عارفين إنهم أذيونا. أنا بقول على صعيد شخصي الله خلق لنا قلب يسامح وعقل يستوعب، هذا اللي منربيه بالأجيال، إنه الإنسان أحيانا غلطات صغيرة بسامح عليها، غلطات كبيرة، فكيف غلطات شعوب وغلطات الحروب الكبيرة البلدان؟ بس يا ريت صار في مصالحة حقيقية. نحن ما لقينا إنه كان في جهود إنه ينعمل صلح حقيقي بلبنان وتوافق حقيقي. صاروا يسموه عايش مشترك، ما نحن والتعايش أضرب، يعني شو كلمة تعايش؟ ما نحن عايشين، خلقنا وربينا سوا، يعني
ليش عم بيصعبوها؟ جيل الشباب كتير عم يتعرض لضغوطات. هيدا العمر اللي بيستوعب كل شيء، اللي قادر يفرز ويفكر بدماغه وقادر يكون بناء ويعطي أفكار جديدة. لا، في عنده قمع، في عنده قمع. بجيلنا نحن ما كان، كانوا كتير مشكلين رفاقنا، ما كان يعني لهم الالتزامات الدينية أو التوجه إلى الأماكن الدينية مثل هالأيام هاي. هلأ بيعتبروا واجب ضروري، ما عم يعرفوا إنه في ساعات لربنا منكون وفي حياة منعيشها. الإنسان مجتمعي، الإنسان منه فرداوي. إذا الإنسان ما انسجم بالمجتمع اللي عايش فيه، يعني مصيره مش للزوال ولكن للتراجع، للعودة إلى الوراء، ما بيتطور، ما بيتقدم.